واقتصاديا، تراجعت أسعار النفط بعدما تجاوزت 85 دولارا لبرميل خام برنت لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، لكنها حققت مكاسب بأكثر من 3% من خلال تعاملات الأسبوع بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 85.34 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية إلى 81.04 دولار للبرميل.